السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هيتكلم عن المشكلة اللي بتواجهكم كلكم وهي وزن المعدات. قبل ما اقولك ازاي توزن معادلة، لازم تكون اصلا حافظ تكافؤات، يعني وش كده المفروض تكون حافظهم. الحاجات دي طبعا اللي هشرح منها هنزلها PDF تحت في الديسكريبشن، بس هقراها معاكم وهحل معاكم كذا معادلة واوريكم ازاي كنت بوزن المعادلة. اول حاجة لازم تعرفوا تكافؤات. اول حاجه عندنا في حاجات تكافؤاتها احادي. يعني ايه تكافؤاتها احادي؟ يعني لما تيجي تفقد او تكتسب، يا اما بتفقد واحد يا اما بتكتسب واحد، ده معنى تكافؤ الفالنت. ماشي، احفظوا بس دي الصفحه دي محتاجه حفظ مش اكتر. عندي الهيدروجين، الليثيوم، عندي الصوديوم، البوتاسيوم، عندي الفضه، عندي السيزيوم، عندي الفلور، عندي الكلور، اليود، البروم. دي بالنسبه لايه؟ العناصر. في حاجة اسمها مجموعات، المجموعات دي زي الهيدروكسيد، ال OH، اهو النترات، النيتريت، البرمنجانات، الأمونيوم، والبيكربونات، والبيكبريتات، والألومينات، والسيانيد، والسيانات، والسيوسيانات. دي كل ده تكافؤات أحادي. ماشي، عندي كمان الحاجات ثنائية التكافؤ. يعني ايه ثنائية التكافؤ؟ يبقى العنصر ده يا اما يفقد يا اما يكتسب اتنين. عندي الأكسجين، الكبريت، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد. خلي بالك الحديد ده تكافؤ ثنائي وثلاثي، ده حسب المركب اللي داخل فيه، يعني ممكن يتعامل كأنه بيفقد اتنين وممكن يتعامل كأنه بيفقد تلاتة، وهوريك ازاي. عندي النحاس، الزنك او الخرسين، ده دايما بيفقد اتنين، ملهوش اكتر من عدد تأكسد. زي انتم المفروض تكونوا عارفين اخدين في الباب الاولاني في العناصر الانتقالية، في عناصر عندها اكتر من عدد تأكسد، الخرسين لا، هو عدد تأكسد واحد وهو بيفقد اتنين. عندي الزئبق، عندي الليد اللي هو الرصاص، عندي الكبريتات، دي بقى دي المجموعات، الكبريتات والكبريتيت، عندي الكرومات، عندي الثيو كبريتات، عندي الكربونات، وعندي ثاني كرومات. ده مجموعات اهو اغلبها بتكتسب ايه؟ اتنين. ماشي، نيجي للعناصر اللي بتفقد او تكتسب ثلاثة. الالومنيوم تكافؤ ثلاثي، عندي النيتروجين، عندي الفوسفور، عندي الذهب الايو يعني ذهب، عندي الحديد، وعندي السكاديوم، وعندي مجموعة الفوسفات. حفظنا التكافؤات دي، هقول لك ازاي توظف. بص بقى هوريكم ازاي يعني توظفوا التكافؤات دي، انكم بتلاقوا مثلا المركب محطوط هنا اتنين وهنا تلاتة ومش عارفين جه على اساس ايه. ماشي، بص يا سيدي، انت معاك مركب وعايز تظبطه. نظبطه ازاي؟ احنا الالومنيوم تكافؤه ايه؟ اهو الالومنيوم تكافؤه ثلاثي، نكتب تلاتة تحتيه، سوري اهو. الكبريتات اللي هو الاس او 4 تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي، اهو الكبريتات تكافؤها ثنائي، تمام، هنكتب تحتيها هنا اتنين. نقوم عاملين حاجه اسمها مقص. يعني ايه؟ التلاته دي هتيجي هنا والاتنين دي هتيجي هنا، فما اجي اكتب المركبه هتبقى الومنيوم، احنا قلنا الاتنين دي تيجي هنا ونكتب الاس او 4 والتلاته دي هتيجي هنا اهي، بعمل مقص. يعني بكتب تحت كل عنصر تكافؤه ايه وبعد كده اعمل مقص واعيد كتابه المركب تاني. تاني اهو، الصوديوم تكافؤه ايه؟ اخدين ان الصوديوم تكافؤه احادي، اهو تكافؤه احادي. طب الكبريتات لسه قايلين ان هو تكافؤه ثنائي، هنقوم عاملين مقص، يعني الاتنين تيجي هنا والواحد يجي هنا، نكتب بقى المركب ان اي 2 اس او 4. تمام تمام نخش على اللي بعديه. الالومنيوم تكافؤه ايه؟ ثلاثي، والهيدروكسيد احادي، نعمل مقص اهو، هنا الواحد وهنا التلاتة، نكتب الألمونيوم، طبعا الواحد ما بيتكتبش، والـ OH الكل 3. اللي بعديها الكالسيوم تكافؤه ايه؟ ثنائي اهو، والكلور، ادي الكالسيوم تكافؤه ثنائي والكلور تكافؤه احادي، تعالى نكتب تحتهم الكلام ده، الكالسيوم تكافؤه ثنائي والكلور احادي، هنعمل مقص، الواحد هيجي هنا والاتنين هتيجي هنا، هتبقى كالسيوم اهو Cl2. طب هنا ال NH4 ده ايه ده؟ ده الامونيوم، الامونيوم اهو انا اكيد كاتباه اهو، الامونيوم تكافؤه ايه؟ احادي. طب الكربونات اللي هو ال CO3 ده تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي. يبقى احنا عرفنا الامونيوم تكافؤه احادي وده ثنائي، نقوم عاملين مقص، الاتنين تيجي هنا والواحد يجي هنا، نقوم نكتب المركب تاني NH4 الكل اتنين، طالما في رقمين فبعمل اللي هي قوس على سن المركب كله اللي هو ال NH4 كله تكافؤه 2. ماشي، CO3 مش هكتب الواحد طبعا. تمام، يبقى احنا كل اللي بنعمله بنشوف العنصر تكافؤه ايه وبعد كده نعمل مقص، وبعد ما بنعمل المقص اهو
نعمل نكتب العنصر تاني او نكتب المركب تاني تحتيه الرقم اللي عملنا له ايه مقص. ماشي، تيجي هنا النحاس تكافؤه 2 والكبريتات تكافؤه 2 يعني ثنائي. طالما الرقمين شبه بعض بختصرهم، يعني ده على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الواحد، اصبح ان هو هيتكتب كده عادي نفسه. طب عندي الفانيديوم، الفانيديوم تكافؤه خماسي والاكسجين تكافؤه ثلاثي، اهو هنودي هنا وهنودي هنا، الاثنين تيجي هنا والخمسه تيجي هنا. نكتب العنصر تاني او المركب تاني او ال V 2 O 5 خامس اكسيد الفانيديوم. عندي الرصاص، الرصاص ده يا اما تكافؤه ثنائي وده الاشهر في منهجهم، يعني المنهج بتاعك الرصاص اللي موجود في المنهج بتاعك هو التكافؤ ثنائي، يا اما تكافؤ رباعي بس احنا اللي في منهجك هو الثنائي. تعال نتعامل على انه تكافؤ ثنائي في منهجك. ادي الرصاص تكافؤ ثنائي والكبريتات تكافؤ ثنائي، فاتنين طالما الحاجتين شبه بعض يروحوا مع بعض، فاصبح دي بي بي الصفور زي ما هو. يبقى لو عندنا الاثنين تكافؤهم واحد فيروحوا مع بعض ويتكتب المركب زي ما هو. ماشي، هنا لو هتعامله كأن لو هعامل الرصاص كأنه تكافؤ رباعي، هوريك ازاي. ادي اهو لو تكافؤ رباعي بس ده مش في منهجك، والكبريتات تكافؤ ثنائي، لازم اختصر لأقل حاجة. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني ايه اختصر لأقل حاجة؟ هل 6 على 3 فيها ايه؟ هل ليها اختصار؟ لو عملتها على الآلة 6 على 3 هيبقى فيها كام؟ هنا على 3 فيها الواحد، وهنا على 3 فيها الاثنين، 2 لواحد. انا برضو بعمل دي زي كده، على الاثنين فيها الواحد ده اقل حاجة، بقسم ان هو يطلع لي اقل رقم. على الاثنين الاربعة على الاثنين فيها الاثنين، هل في اختصار اكتر من كده؟ لا. بعد كده نعمل مقص، هنا الواحد وهنا الاثنين، اصبح بي بي اس او فور الكل اثنين. يبقى فهمنا ان احنا بنكتب تحت كل عنصر تكافؤه ونبدل، نعمل مقص وبعد كده نكتب المركب الجديد بالمقص اللي احنا عملناه. تمام، لو رقمين شبه بعض بيطيروا مع بعض ويكتب وينزل المركب زي ما هو. لو في لو المركب فيه ارقام والارقام دي اقدر اختصرها لاقل حاجه، خلاص اختصرها وبعد كده اعمل مقص. ماشي، تعالى بقى نشوف بعض المعادلات اللي عندك في المنهج ونشوف هنحط لها ارقام ازاي ونبدا بقى نوزن المعادله ازاي. كربونات الصوديوم مع كبريتات المغنيسيوم هيدينا كبريتات الصوديوم زائد كربونات المغنيسيوم. المعادله دي قدامي وعايزه اوزنها واحط الارقام. اول حاجه لازم اظبط التكافؤات. ماشي، الصوديوم تكافؤ احادي والكربونات تكافؤ ثنائي، هنعمل مقص هنا الاثنين وهنا واحد، يبقى الاثنين تبع الصوديوم هنا وهنا الواحد. ماشي، يبقى اصبح Na2CO3 بلس كبريتات المغنيسيوم، المغنيسيوم تكافؤ ثنائي والكبريتات تكافؤ ثنائي، لو حاجتين شبه بعض خلاص يبقى نكتب المركب زي ما هو. ماشي، كبريتات الصوديوم، الصوديوم تكافؤ احادي والكبريتات تكافؤ ثنائي، هنعمل مقص هنا الاثنين وهنا الواحد، اصبح المركب بتاعنا اهو الاثنين تحت الصوديوم وده بعد المقص طبعا، واهو الكبريتات تحتها الواحد، فهيتكتب Na2SO4 لان الواحد ما بيتكتبش، زائد المغنيسيوم تكافؤ ثنائي، الكربونات تكافؤ ثنائي، طالما الرقمين شبه بعض هيروحوا مع بعض والمركب هيتكتب زي ما هو. احنا كده عملنا التكافؤات. تاني حاجه بقى ابدا اشوف مثلا الصوديوم كان داخل كام وطلع كام. بمعنى هنا الصوديوم داخل 2 طلع 2، تمام. هنا الكربونات داخله 1 طالعه 1، تمام. هنا المغنيسيوم داخل 1 طلع 1، الكبريتات داخل 1 طلع 1. هوريك في مثال تاني، الصوديوم تكافؤ احادي والكبريتات اهو، الكبريت سوري الكبريت مش الكبريتات، الكبريت تكافؤ ثنائي اهو، يبقى هنا 2. هنبدأ نعمل مقص اهو، هنا اللي هتيجي الاثنين وهنا هيتحط الواحد، يبقى بقت Na2 لانه 2 بعد المقص تحت ال Na اس، طبعا الواحد ما يتكتبش. طب ماشي، زائد نترات الفض، الفض تكافؤها احادي، النترات تكافؤ احادي اهو، ال Eg تكافؤ احادي والنترات تكافؤ احادي، طالما لقينا الرقمين شبه بعض يبقى نكتب المركب زي ما هو بره. خلاص عملنا السهم ده اللي هو الناتج اللي طلع. الصوديوم تكافؤ ايه؟ احادي. النترات تكافؤ احادي، طالما الرقمين شبه بعض خلاص بننزل المركب زي ما هو. ادي الفضه تكافؤ ايه؟ احادي. والكبريت تكافؤ ايه؟ ثنائي. هنعمل مقص هنا الاثنين وهنا الواحد، نبدا نكتب المركب بقى Ag2S، الواحد ما يتكتبش
خلاص يبقى احنا ظبطنا التكافؤات، نبدأ بقى نشوف اللي داخل واللي طالع. الصوديوم داخل كام؟ عندي كام ذرتين صوديوم اهو، عندي كام ذرة صوديوم؟ 2. طالع كام؟ 1. ايه ده؟ لا في مشكلة، الصوديوم داخل 2 طالع 1، لا ما ينفعش، يبقى لازم احط هنا 2. ليه؟ طالما هزود ارقام ما ينفعش ازود ارقام تحت العنصر او تحت اللي هو المركب، لا بزود ارقام قبل المركب مش تحتيه. يعني ما ينفعش اقول لك هنا طالما الصوديوم داخل 2 المفروض يطلع 2 وتحط لي الاتنين هنا، انت كده بوظت كل حاجه. لا اما اجي ازود ارقام بحطها قدام المركب او قدام العنصر. ماشي، تيجي نشوف تاني. الصوديوم داخل 2، اه طالع ذرتين صوديوم. طب الكبريت داخل 1، اه لا طالع 1، كبريت اهو ذره كبريت. طب الفضه ادي داخله 1 طالعه 2، داخله 1 طالعه 2، يبقى المشكله هنا عندي، يبقى احط هنا 2 احطه قدام، احطه قدام المركب مش تحسين. نعيد تاني بقى، اهو الفضه داخل 2 طالع 2 ذرتين فضه. النطرات اهو 2 من النطرات، اه فعلا 2 من النطرات اهو، اما اجي اشوف كده بقول لك 2 اهو من النطرات، 2 من النطرات و2 من الفضه، يبقى انت كده وزنت المعادله صح. انا بقى مش عايزاك اعمل الطريقه اللي هي تفضل تقول الصوديوم داخل 2 يبقى ده مثلا وده خارج 1 يبقى المفروض اعمل ايه؟ لا ما بحبش الطريقه دي. انت جرب تحط 2 اقل رقم وشوف الدنيا، وتقعد تعيد تاني المعادله وتوزن تاني. تعال نشوف اللي بعديها. هنا بيقول لك الصوديوم تكافؤه ايه؟ احنا عارفين الصوديوم اهو تكافؤه واحد. طب والصب استيو كبريتات تكافؤها ايه؟ اقول لك استيو كبريتات تكافؤها ثنائي اهو 2. هنعمل مقص، اوعى تنسى المقص دي، هنا الاتنين هتيجي وهنا الواحد، هنبدل يعني عكسنا الارقام. هنحط ال ان اي 2 اهو ده تحت ده، اس 2 او 3، وطبعا الواحد ما يكتبش، زائد عادي اليود هيديني ايه؟ قال لك اهو هيديني ان ايه اس 4 او 6. طب ماشي الصوديوم تكافؤه ايه؟ احادي. طب وربع ثيونات اهو، ربع ثيونات تكافؤه ثنائي، حط الاتنين تحتيه، هنعمل مقص هنا الاتنين وهنا الواحد، نكتب تاني ان اي 2 اس 4 او 6، الواحد ما بيتكتبش، زائد الصوديوم تكافؤه ايه؟ احادي، واليود احادي، ده هيروح مع ده طالما الارقام شبه بعض، نكتب المركب زي ما هو ان اي او. وبعدين نبدا بقى نشوف الذره اللي عندي داخله كام وطالعه كام. تعال نشوف الصوديوم داخل في التفاعلات 2 لقيته طالع في النواتج، ادي هنا 2 1 3، يبقى انا عندي النقص هنا. اقل رقم بحطه قدام المركب هو 2، نجرب الاثنين ونقعد نشوف المعادله تاني، نفضل نجرب. هنا الصوديوم 2 في 2 ب 4، اصبح كده انا عندي اربع ذرات صوديوم طالعين كام؟ ادي 2 1 3، لا يبقى عندي برضو نقص، احط الاثنين هنا قدام المركب ده نشوف اللي داخل واللي طالع. داخل كام؟ اربع ذرات صوديوم، طالع كام؟ ذرتين صوديوم، ومعايا ذرتين صوديوم يبقى 4. في بقى الطريقه اللي هي بتاعت اعدادي بقى اهو، بس انا ما بحبهاش، ان انت تبدا تشوف الصوديوم داخل كام. في البدايه كان داخل 2 طالع كام؟ 3، يبقى انا عندي النقص في المتفاعلات، ابدا بقى اضرب المركب في 2 واعيد اوزن تاني. انا ما بحبش الطريقه دي، انا بحبها شفوي، انت مع الممارسه هتبقى الدنيا سهله بالنسبه لك. ماشي، يبقى احنا كده ظبطنا الصوديوم. نشوف بقى الاس ان اهو، سوري، نشوف بقى الاس 2 داخل كام؟ داخل 4 من الكبريت، ادي 2 في 2 ب 4، عندي اربع ذرات كبريت طالع كام؟ فعلا 4. 2 في 3 ب 6، يبقى عندي 6 ذرات اكسجين طالع كام؟ فعلا 6 ذرات اكسجين. عندي اليود ذرتين طالع كام؟ فعلا 2 في اي اهو 2. نشوف اللي بعديها، الهيدروجين تكافؤه ايه؟ احادي، والكبريتات تكافؤها ايه؟ ثنائي. نعمل مقص هنا 2 وهنا 1، بقى H2SO4، زائد البوتاسيوم تكافؤ احادي واليود تكافؤ احادي، لو الرقمين شبه بعض نكتب المركب زي ما هو. البوتاسيوم تكافؤ احادي والكبريتات تكافؤها ثنائي، نعمل مقص هنا الاثنين وهنا الواحد، يبقى K2SO4 والواحد ما بيتكتبش، زائد الهيدروجين تكافؤ احادي واليود تكافؤ احادي، يبقى ينزل المركب زي ما هو. نبدا بقى نشوف اللي داخل واللي طالع. بص بقى هنا الهيدروجين داخل كام؟ 2، طالع كام؟ 1، يبقى انا عندي النقص هنا، نحط هنا الجيم ونجرب نشوف تاني. الهيدروجين داخل كام؟ 2، طالع 2، تمام. الكبريتات داخله واحده طالعه واحده، تمام. البوتاسيوم
داخل واحد طالع اتنين، يبقى انا عندي هنا نقص، هنا واحد وهنا اتنين، نجرب نحط الاتنين هنا ونشوف تاني. البوتاسيوم داخل اتنين طالع اتنين، اليود داخل اتنين فعلا طالع اتنين، ويبقى كده معادلاتي كلها صح. وبس كده يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا، وانا هنزل لكم الورق ده PDF تحت في الديسكريبشن، ولو عوزتوا اي حاجة تواصلوا معايا على التليجرام.